أنا فالل لأن قرفت منكن، أو بالأحرى لأني مني ملاقى وطن أنتو عملتوه على قياسكن. هيدي كانت آخر نشرة بطل فيها عليكن، بعد 11 سنة كنت عم طل فيها على هيدي الشاشة الوطنية. 11 سنة كنت فيها عم غطي أحداث للأسف بأغلبها حزين. اليوم بينتهي مشواري هون، مش لأن المؤسسة استغنت عني، لا، بس لأن ما بقى قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام. أنا مني فالل من هالأرض، إيه هي أرض، مش لأنه مني ملاقى فرصة عمل، بالعكس ملاقى فرصة عمل واثنين أو يمكن ثلاثة، بس أنا فالل لأن قرفت منكن.